بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بعون الله نبدأ في الموضوع السادس، وهو الخاص بثقافة المنظمة أو الثقافة التنظيمية. فنحن نعلم بأن كل فرد منا له ثقافة معينة، وكل مجتمع له ثقافة، وبالتالي السؤال: هل أي منظمة لها ثقافة مثلها مثل الإنسان، أو مثلها مثل المجتمع؟ بالتأكيد فإن أي منظمة لها ثقافة أيضا، لأن المنظمة هي جزء من المجتمع، وبالتالي لابد أن تتأثر بهذه الثقافة، كما أن المنظمة هي تجمع من الأفراد، كل منهم له ثقافته، وبالتالي فكأن المنظمة ثقافتها تتشكل من ثقافة الأفراد الموجودين في هذه المنظمة. وبالتالي فإن هذا الموضوع سوف يتناول مفهوم الثقافة بصفة عامة، ثم عناصر الثقافة وخصائصها بالإضافة إلى آثارها على كل من الفرد والمنظمة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان مفهوم الثقافة التنظيمية وماذا تتسم به هذه الثقافة، مستويات الثقافة التنظيمية، ثم دور الثقافة التنظيمية، ثم الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي، وأخيرا سوف نتناول كيفية إدارة الثقافة التنظيمية، ويقصد بإدارة الثقافة التنظيمية تحسينها وتطويرها والمحافظة عليها. فإذا بدأنا بمفهوم الثقافة التنظيمية فهو أيضا مفهوم من المفاهيم الغامضة التي لا يمكن أن يتم وضع لها تعريف شامل، ولذلك فقد اختلفت وجهات نظر العلماء في مفهوم الثقافة بصفة عامة. فالثقافة وفقا لأحد الآراء هي مركب يشتمل على العديد من المحتويات. كلمة مركب هنا معناها شيء يشمل خليط من الأشياء، فمركب يشتمل على العديد من المحتويات، وبالتالي فهذه الثقافة هي ذلك المركب الذي يشتمل على المعلومات والمعتقدات والفن والأخلاق والأعراف والتقاليد والأفكار واللغة وردود الأفعال وأنماط السلوك والقدرات الخاصة والمكتسبة التي يكتسبها الفرد من بيئته ومن مجتمعه. مجموعة أخرى من العلماء ترى بأن الثقافة هي التراث الاجتماعي والتقاليد الاجتماعية دون النظر إلى باقي مكوناتها، أي أنهم ينظرون إلى الثقافة على أنها فقط تشتمل على النواحي الاجتماعية. علماء آخرون يرون بأن الثقافة هي القيم والمثل العليا. الثقافة هي القيم والمثل العليا، ولاحظ بأننا درسنا في فصل سابق القيم التنظيمية ومكوناتها وأنواعها وكيفية إدارتها وأهمية التوافق في إيجاد القيم. لذلك فإن موضوع القيم قريب بقدر الإمكان من الثقافة التنظيمية. أيضا يجد بعض العلماء على أن الثقافة هي عملية تكيف وتوافق وأسلوب لحل المشكلات. آخرون يرون بأن الثقافة تتعلق بكل أنشطة الإنسان التي يكتسبها من البيئة عن طريق التعلم، بمعنى طريقة الكلام وطريقة المشي وطريقة الأكل وطريقة الشرب وطريقة التعليم وطريقة التعامل مع الآخرين والأدوات التي يستخدمها الإنسان في بيته أو في عمله أو في الشارع
كل هذه أشياء تدخل ضمن عناصر الثقافة. أحد العلماء بيرى أن الثقافة نتيجة لمكوناتها الكثيرة والمتعددة، وكل مكون من هذه المكونات فيه آلاف من المكونات الأخرى. فمثلا لما يجي نقول الثقافة هي القيم مثلا والأعراف، هتلاقي أن القيم أشياء كثيرة والأعراف والتقاليد أشياء كثيرة، فكل مكون من مكونات الثقافة أساسا يحتوي داخله على عناصر كثيرة ومتعددة. ولذلك فإن شابيرو وهو من علماء الاجتماع بيرى بأن الثقافة لها أهمية كبيرة، حيث يقول أن الثقافة مثل الهواء الذي نستنشقه يعيش معنا أينما كنا، أي مكان تذهب إليه لابد أن تكون متعايش مع ثقافة هذا المكان وتكون لديك ثقافتك. وبالتالي فإن الكفاءة بقى أو الذكاء الاجتماعي هو أن تكيف ثقافتك وفق ثقافة المكان الذي تتواجد فيه. وبالتالي فإن شابيرو يرى بأن الثقافة مثل الهواء الذي نستنشقه، نسلم بوجوده ونشعر به ولكننا لا نراه. طيب لو افترضنا بأن الإنسان أراد أن يحرم نفسه من الهواء ولم يتنفس لمدة دقيقة، فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة بأن الإنسان يفقد الوعي أقل تقدير. وبالتالي فإن الإنسان أيضا الذي يتنازل عن ثقافته كأنه فاقدا للوعي، لا يستطيع أن يتكيف مع المجتمع ولا يعيش فيه. من وجهة النظر الأنثروبولوجية أو الاجتماعية، يعني هي مجمل التراث الاجتماعي، التراث الاجتماعي ده اللي هي القيم والعادات والتقاليد وأنماط السلوك وخلافه. أيضا نجد بأن كوبر وكلاكهون وهم أيضا من علماء الثقافة يجدون تعريف دقيق للثقافة، حيث جمع ما يزيد عن 100 تعريف من تعريفات العلماء ووضعوا تعريف معين للثقافة، يعني لم يضعوا تعريفا ولكنهم استخلصوا من مجمل التعريفات التي درسوها وهي 100 تعريف أن هناك سمات مشتركة لهذه التعريفات وبعضها البعض. وأهم سمة من هذه السمات التي وجدوها في التعريفات أن الثقافة تكتسب من البيئة عن طريق التعلم، وهو كذلك فعلا، فالإنسان لا يولد مثقفا بثقافة معينة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يولد على الفطرة ووالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبالتالي هذه ثقافة يكتسبها الإنسان من البيئة عن طريق التعلم، وهذا التعلم مرتبط بالجماعات أو بالمجتمع الذي يعيش فيه. ومن مجمل التعريفات السابقة نجد أن مفهوم الثقافة يستخدم للدلالة على المعاني التالية، أي معنى من دول مستخلص من مفاهيم التي وضعها العلماء والباحثين. فالثقافة علماء وباحثون يجدون بأنها تستخدم للدلالة على أنماط السلوك الخاصة بالمجتمع. آخرون يرون بأن الثقافة، لفظ الثقافة يستخدم للدلالة على أنماط السلوك الخاصة بشريحة أو شرائح معينة داخل المجتمع الكبير. بمعنى ما هو الفرق ما بين الدلالتين الأولى والثانية؟ الأولى تنظر للثقافة كلها، للمجتمع كله، سلوك المجتمع كله. أما الثانية فللدلالة على أنماط سلوكية خاصة بشريحة معينة من شرائح المجتمع. بمعنى أن مثلا ما نجد أن شريحة الأطباء
قد يكون لها ثقافة. شريحة المحاسبين قد يكون لها ثقافة. شريحة الطلاب قد يكون لها ثقافة. نعم في نفس المجتمع هذه الشرائع إذا كانت تعيش في مجتمع واحد فنجد أن هناك جانب من الثقافة مشترك بينهم وجانب آخر خاص بطبيعة الوظيفة أو المجتمع الضيق الذي يعيش فيه، مجتمع الأطباء مثلا أو مجتمع المحاسبين مثلا أو مجتمع المهندسين وهكذا. أيضا تستخدم الثقافة تستخدم تعريفات الثقافة للتعبير عن أساليب السلوك النمطية التي يتعلمها الفرد من الجماعة. قد تستخدم أيضا للتعبير عن جميع أنماط السلوك المكتسبة، سواء كانت تمثل علاقة الإنسان بالمادة أو بغيره من البشر أو علاقته بالأفكار أو الرموز أو السلوك في أي مجتمع من المجتمعات. وقد يستخدم مفهوم الثقافة للتعبير على أنها نظام متكامل من التوقعات لما يجب أن يفعله الناس في مظاهر الحياة. نلاحظ أن هذا التعريف ينظر إلى الثقافة على أنها توقعات، ماذا تتوقع من هذا المجتمع، ماذا تتوقع من هذا الفرد، ولا ينظر إلى الثقافة باعتبارها موجودة في الواقع وتنعكس على سلوكيات الفرد وأنماط تفكيره وعاداته وتقاليده. وبالتالي من مجمل التعريفات السابقة نجد أن لكل فرد ثقافته الخاصة به، وبالتالي له سلوكه الخاص النابع من هذه الثقافة، وهذا السلوك يختلف باختلاف الأفراد نتيجة لاختلاف ثقافتهم، ويختلف باختلاف المجتمعات نتيجة لاختلاف الثقافات بين هذه المجتمعات. فيمكن تقسيم عناصر الثقافة إلى نوعين: العناصر المادية وهي تشمل كل ما يستخرجه أو يستخدمه الإنسان أو ينتجه، كل ما يستخدمه أو ينتجه أو يستخرجه الإنسان، هذه عنصر من عناصر الثقافة تسمى الثقافة المادية. فمثلا الآلات والمعدات التي يتم استخدامها في العمل أو في المصانع هذه نوع من أنواع الثقافة، أجهزة الكمبيوتر والموبايل وغيره تبص لها جزء من الثقافة، المقاعد والأثاث والمكاتب والكتب وغيرها هذه ثقافة. فأي شيء مادي يدخل ضمن ثقافة المجتمع. أما النوع الثاني فهي العناصر غير المادية أو المعنوية، والعناصر غير المادية أو المعنوية اللي هي غير ملموسة لا نستطيع أن نلمسها بيدنا أو ندركها بأبصارنا أو بأسماعنا أو بحواسنا. وبالتالي فإن العناصر المعنوية هي عبارة عن الأفكار والمعارف والعادات والتقاليد والقيم والمعتقدات والسنن والأعراف، هذه أشياء معنوية كلها موجودة داخل الإنسان ولكنها تلاحظ من خلال سلوكه ولا يمكن ملاحظتها أو بأي حاسة من الحواس الخمس. وبالتالي فإن الثقافة تتكون من هذين العنصرين: عنصر ملموس وهو جانب مادي ويتمثل في جميع الأشياء التي يمكن أن ندركها بحواسنا، حتى الملابس، حتى طريقة لبس الملابس، حتى نوعية الطعام، هذه تدخل ضمن العناصر المادية للثقافة. أما العناصر غير المادية أو المعنوية فهي عناصر غير ملموسة وتشتمل على ثقافة من جانب الثقافة تشتمل على الأفكار السائدة في المجتمع ومعارفه وعاداته وتقاليده وقيمه ومعتقداته وسننه وأعرافه وطريقة التعامل بين الأفراد
داخل هذا المجتمع. ومن هذا التعريف أو من التعريفات السابقة أو من المكونات التي تحدثنا عليها، فإن الثقافة تتسم ببعض السمات الخاصة. السمة الأولى أن الثقافة تعمل كموجه لسلوك الإنسان، فأنماط السلوك التي نتبعها من طريقة الأكل وطريقة الشرب وطريقة اللبس وطريقة التعامل مع الأفراد وفكرتنا عن نفسنا، كل هذه أشياء مستمدة من الثقافة أو الثقافة لها تأثير عليها. ومن أهم جوانب التأثير الثقافي على السلوك الإنساني أثر الثقافة على المظهر. فمثلا نجد أن المجتمع السعودي يرتدي الجلباب، فهذا نتيجة لثقافة المجتمع. نجد أن مجتمع آخر يرتدي، المجتمع الباكستاني له شكل آخر. نجد أن مجتمع مثلا وليكن اليمني له طريقة ارتداء ملابس أخرى. المجتمع مثلا المصري أو الأوروبي هتبص له ثقافة في المظهر مختلفة، وبالتالي يتضح بأن الثقافة تؤثر على المظهر. الحاجة الثانية أن الثقافة تؤثر على الناحية العقلية، بمعنى آخر طريقة التفكير، طريقة تفكير الإنسان. فالمجتمعات التي تسود فيها ثقافة متخلفة أو ثقافة أقل تقدما يسود فيها الخرافات ويسود فيها إسناد الأشياء إلى الغيبيات، بخلاف المجتمع المتقدم أو بخلاف كلما تقدم الإنسان في ثقافته وفي مستوى تعليمه وتفكيره. النقطة الثالثة هي أثر الثقافة على الناحية الخلقية، وبالتالي نجد أن المعايير الأخلاقية والقيم الخاصة بالتفرقة ما بين الخير والشر والصواب والخطأ وما يجوز وما لا يجوز، هذه ترجع إلى الثقافة، لأن هذه أشياء كما قلنا في موضوع سابق فأن هذه الأشياء هي التي تحددها القيم، ما هو صواب وما هو خطأ وما هو حق وما هو باطل وما يجوز وما لا يجوز وما هو أخلاقي وما هو لا أخلاقي، إنما يرجع للقيم. والقيم في حد ذاتها جزء أساسي من ثقافة المجتمع. وبالتالي نحن الآن بنتحدث عن خصائص الثقافة. أول خاصية أن الثقافة تعمل كموجه للسلوك الإنساني. موجه للسلوك الإنساني من أي ناحية؟ من ناحية المظهر، من الناحية العقلية أو ناحية التفكير، وكذلك من الناحية الخلقية. الخاصية الثانية من خصائص الثقافة تعدد أنماط الثقافة، فكل مجتمع من المجتمعات له ثقافته الخاصة، بل أن داخل المجتمع الواحد قد تتعدد الثقافات. فنجد أن المجتمع الحضري في مثلا المملكة له ثقافة، والمجتمع مثلا الريفي له ثقافة أخرى. نعم هناك خصائص مشتركة بين الثقافتين داخل المجتمع، ولكن هناك اختلاف أيضا في بعض الأمور. وتشتمل الثقافة أو أنماط الثقافية على نمطين، الأنماط المثالية والأنماط الواقعية، بمعنى أن أنماط الثقافة تتعدد من ناحية هذين النمطين، فقد يكون هناك أنماط مثالية ويقصد بها ما ينبغي أن يكون، ما يجب أن يكون في المجتمع، وبالتالي فهي تبحث في المثاليات. أما النمط الثاني فهو الأنماط الواقعية، بمعنى أن الإنسان يتصرف وفق الواقع المتاح. وقد قسم كلاب هون الأنماط المثالية إلى 5 فئات. قد تكون سلوكيات الإنسان تخضع لأي فئة من هذه الفئات، ليس من الضروري أن تخضع
للفئات الخمسة دي، ولكن قد تخضع لأي فئة من هذه الفئات. فالأنماط المثالية الواقع فالأنماط الثقافية المثالية تتسم بأنها إلزامية، بمعنى أن هناك أشياء معينة في المجتمع من المفروض عليك أنت وعلي أنا أن نلتزم بها، مثل حضور حفل زفاف. أحد أقاربك دعاك لحضور حفل زفاف ابنه أو ابنته، فالثقافة تفرض عليك ضرورة حضور هذا الحفل والاستجابة لهذه الدعوة، أو قد تكون مفضلة، بمعنى أن دعوة الزفاف هذه قد لا تتاح لك الظروف بأن تذهب شخصيا لأي سبب من الأسباب، فتضطر إلى المجاملة بأي وسيلة أخرى، كأن ترسل برقية تهنئة مثلا، أو ترسل باقة ورد، أو ترسل عذرا عن الحضور نتيجة لظروف خاصة. وقد تكون نمطية أو شائعة، بمعنى أن كل من يعيش في هذا المجتمع ذو الثقافة لابد أن يلتزم بهذا التقليد المتاح في المجتمع، وهو حضور حفل الزفاف المدعو إليه. وقد تكون بديلة بمعنى آخر، بأن أنت ليس من الضروري أن تذهب شخصيا إذا كان لديك الظروف، وليس من الضروري أن ترسل باقة ورد أو ترسل برقية تهنئة، ولكن يمكنك أن ترسل من ينوب عنك في حضور حفل الزفاف هذا. علاوة على ذلك، فإن الثقافة هذه تتسم بأنها محدودة عندما تقتصر فقط على بعض أساليب في قطاع معين أو في فئة معينة من فئات المجتمع. يبقى كأن الخمس خصائص دي هي الخصائص التي تشتمل عليها مثالية الثقافة أو النمط المثالي من الثقافة. نرجع مرة أخرى إلى خصائص الثقافة. نحن قلنا بأن أول خاصية منها أنها تعمل كموجه للسلوك الإنساني، وموجه في أي ناحية؟ في الناحية كما قلنا الخاصة بالأخلاقية وناحية المظهر وهكذا. ثم الخاصية الثانية بأنها منقسمة إلى نمطين، مثالي وواقعي. أما الخاصية الثالثة فهي تكامل عناصر الثقافة. قلنا من السابق بأن الثقافة تتكون من مجموعة من المكونات الكثيرة، منها ما هو مادي وما هو معنوي، وهذه العناصر كلها تتكامل مع بعضها البعض لكي تشكل ثقافة الإنسان. الخاصية التي تليها، الثقافة قوة للضبط الاجتماعي. بمعنى ايه للضبط الاجتماعي؟ بان نتيجة لسيادة الثقافة في مجتمع، فان اي شخص يخرج عن هذه الثقافة فانه يتعرض لعقاب من المجتمع، او بمعنى اخر نجد ان المجتمع يلفظه. فمثلا نحن كمجتمع لنا تقاليد في طريقة الأكل أو طريقة الشرب أو طريقة التفكير أو طريقة العمل، فإذا جاء أحد الأفراد داخل هذا المجتمع، خاصة في المجتمعات التي تكون مغلقة أو تكون محدودة العدد، فإذا خرج أحد الأفراد عن تقاليد هذه الجماعة فإنه غالبا ما يخضع لعقاب الجماعة، وليس عقاب يعني أن الجماعة تؤدبه مثلا، ولكن تقاطعه أو تلومه على أقل تقدير. أيضا
الخاصية التي تليها هي أن الثقافة ليست فطرية وإنما مكتسبة، فالإنسان لا يولد بثقافة معينة ولكنه يكتسبها بالتعلم من المجتمع، يتعلمها من والديه ومن مدرسته ومن أهله ومن المسجد ومن الشارع ومن الجامعة ومن العمل وهكذا. فالثقافة تخضع دائما أو تكتسب عن طريق التعلم. الخاصية السادسة أن الثقافة مبنية على رموز، أو بمعنى آخر هناك رموز معينة ضمن مكونات الثقافية. نحن قلنا بأن الثقافة مكونة من أشياء كثيرة والرموز أحد هذه المكونات. فمثلا الرموز يقصد بالرمز مثلا أي شيء نعطيها نحن تقديس وتقدير معين. فمثلا ارتداء الغترة في المملكة العربية السعودية دي رمز، فإذا أهينت الغترة مثلا فأنت تعتبرها إهانة لك شخصيا وإهانة للمجتمع السعودي، فهذا يقصد به الرمز. العلم الخاص بأي دولة من الدول رمز، إذا أهين العلم يشعر أبناء هذه الدولة بأنهم أهينوا كلهم. وعندنا أيضا في ديننا الهلال له هذا رمز له معاني معينة، وعند المسيحيين الصليب له هذا رمز له معاني أيضا معينة لديهم. الخاصية السابعة هي الوحدة والتنوع في الثقافة، بمعنى أن هناك أجزاء معينة من الثقافة خاصة الثقافة المعنوية اللي هي خاصة بالقيم، الجزء المعنوي من الثقافة اللي هو المكون من القيم والمعتقدات والمثل والعادات والتقاليد، هذه غالبا ما تكون موحدة داخل المجتمع. ولكن هناك جزء من الثقافة يتنوع بتنوع الأفراد، وهو الجزء الخاص بالمكونات المادية. فقد تكون أنت تستخدم نمط من الأثاث لا يستخدمه الشخص المجاور لك، قد تستخدم نوعا من السيارات لا وزميلك أو جارك يستخدم سيارة أخرى، فهذا دي المكونات المادية للثقافة. فالوحدة والتنوع في الثقافة يقصد بأن هناك جزء عادة ما يكون منتشرا انتشارا كبيرا داخل المجتمع وهو الجانب المعنوي من مكونات الثقافة، وهناك جزء آخر قد يختلف من شخص إلى آخر أو من فئة إلى أخرى وهو الجزء الخاص بالنواحي المادية في الثقافة. الخاصية الثامنة هي الثبات والتغير في الثقافة، فهناك جزء من الثقافة يتسم بأنه ثابت، أي أنه غير قابل للتغيير إلا على مدى بعيد، وهو أيضا الجزء المتعلق بالنواحي المادية بالنواحي المعنوية من الثقافة، فقيمنا وأخلاقنا وتقاليدنا وعاداتنا وأعرفنا وسننا وهذه الأشياء التي تشكل الجانب المعنوي من الثقافة تتسم بالثبات غير قابلة للتغير إلا على مدى بعيد جدا. أما الجانب المادي من الثقافة فهو قابل للتغير في أي وقت، فأنت ممكن تغير سيارتك في أي وقت إذا كانت لديك الإمكانيات، ممكن أن تغير أثاث بيتك في أي وقت وهكذا، فإنه يتغير بسهولة. ننتقل الآن إلى الحديث عن الثقافة التنظيمية كجزء من الثقافة بصفة عامة. تحدثنا في الدقائق السابقة عن الثقافة بصفة عامة في المجتمعات، تحدثنا عن مفاهيم الثقافة وعرفنا أن هناك مفاهيم معينة ومتعددة للثقافة وكل مفهوم منهم يقصد جانب معين، ولكننا نتفق على أن الثقافة أشياء كثيرة كما قال شابيرو بأنها كالماء الذي نشعر بوجوده ولكننا لا نراه. وعرفنا بأن الثقافة مكونة من جانبين، جانب مادي وجانب معنوي. الجانب المادي هو الجانب الملموس
أو الذي يمكن إدراكه بالحواس، أما الجانب المعنوي فهو الغير ملموس. عرفنا أن هناك خصائص للثقافة، وننتقل الآن إلى الثقافة التنظيمية. فأي منظمة من المنظمات مثل الأمم لها ثقافتها المميزة، وبالتالي ثقافة أي منظمة هي عبارة عن أو تشتمل على المعايير والمبادئ الأساسية التي ترشد وتوجه سلوك الأفراد داخل هذه المنظمة. ومن الصعب الفصل ما بين ثقافة المنظمة والثقافة القومية أو ثقافة المجتمع، لأن المنظمة موجودة في مجتمع وهي جزء منه، والعاملين في هذه المنظمة أيضا جزء من الأفراد داخل هذا المجتمع. النظرية الثقافة التنظيمية بدأت في الثمانينات، وكان لها اهتمام كبير لأن لها تأثير كبير على المنظمات وعلى الأفراد. عندما ينضم شخص معين إلى منظمة ما ويصبح موظفا بها، فإنه يأتي إلى هذه المنظمة محملا بثقافته التي اكتسبها من مجتمعه الذي عاش فيه، وبالتالي هذه الثقافة تساعده على النجاح في المنظمة في العمل، أو لا تساعده على النجاح إذا تعارضت مع ثقافة المنظمة التي التحق للعمل فيها. ولذلك فإن هذا الفرد الموظف الجديد يجب أن يتعلم ثقافة المنظمة التي يعمل بها حتى يستطيع أن يتكيف ويتعامل ويفكر ويتصرف وفق ما هو سائد في هذه المنظمة التي التقى العمل فيها. فالثقافة التنظيمية هي عبارة عن القيم والمعتقدات وأنماط السلوك والتوقعات التي يشترك فيها أعضاء المنظمة، والتي تعطي معنى وقيمة للمنظمة ولأعضائها، وتحدد لهم القواعد الملزمة، وتخلق الانسجام والتجانس فيما بينهم. الثقافة التنظيمية لها خصائص أيضا، قد يكون بعضها مستمد من خصائص الثقافة بصفة عامة. أول خاصية منهم أنها تنظيمات سلوكية مركبة ومعقدة، مركبة لأنها تحتوي على أشياء كثيرة، ومعقدة لأن كل من مكوناتها يتكون من داخله من مكونات فرعية، وكل متكون فرعي يتكون من داخله من مكونات فرعية، وهكذا، بالإضافة إلى التشابك ما بين هذه المكونات وبعضها البعض. فلا يمكن الفصل بين القيم والمعتقدات، ولا يمكن الفصل ما بين القيم والمعتقدات والعادات والتقاليد، وهكذا. فهي أساسا تنظيمات سلوكية يقال عنها بأنها مركبة ومعقدة. والثقافة التنظيمية مثلها مثل الثقافة العامة تنقسم إلى جانبين. قلنا من سابقا بأن الثقافة بصفة عامة تنقسم إلى جانبين، مادي ومعنوي. أما الثقافة التنظيمية فكان تقسيمها يعني فصل، تم الفصل ما بين الجانب المعنوي والجانب السلوكي، وبالتالي تم تقسيم عناصر الثقافة التنظيمية إلى ثلاث أقسام: جانب معنوي ويتمثل في القيم والمعتقدات والتقاليد، وجانب سلوكي ويتمثل في سلوكيات الأفراد ومهاراتهم وأنماط التعامل فيما بينهم وكيفية اتخاذ القرار وطريقة التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين وهكذا، أي سلوكيات تظهر من الإنسان. وجانب مادي اللي هو خاص بالمباني وأدوات ومعدات وتجهيزات الخاصة بالعمل داخل هذه المنظمة. سوف تلاحظ بأن هناك ثلاثة دوائر: الدائرة الأولى تمثل الجانب المعنوي، والدائرة الملتصقة بها تمثل الجانب السلوكي، والدائرة الثالثة ملتصقة بالاثنين الآخرين وتمثل الجانب الأدوات والمعدات أو الأشياء المادية.
سوف تجد ان هذه الدوائر الثلاثة متماسكة، بمعنى هذا التماسك يعني بان ثقافة المنظمة سواء مادية او معنوية او سلوكية كل منها ذات صلة وثيقة بالجانب الاخر. فالجانب المادي وثيق الصلة بالجانب المعنوي بالسلوكي، والجانب المعنوي وثيق الصلة بالجانب المادي والسلوكي وهكذا. فالدوائر الثلاثة ملتصقة ببعضها البعض. ايضا اذا نظرنا الى خصائص الثقافة الاخرى، ثقافة التنظيمية، انها متكاملة كما الشكل السابق يعكس بانها مترابطة مع بعضها البعض. هي ليست مترابطة مع بعضها البعض فقط، ولكنها تكمل بعضها البعض لكي تكون في النهاية ثقافة المنظمة. الشيء الثالث انها متصلة ومستمرة. كلمة متصلة تعني بان ثقافة المنظمة ليست خاصة بجيل معين من الاجيال التي تعمل فيها. فطالما ان المنظمة قائمة فان هناك اجيال تتوافد على العمل، وبالتالي اي جيل ينقل ثقافته وثقافة المنظمة الى الاجيال التالية له وهكذا. كما نحن كاباء ننقل ثقافتنا الى ابنائنا، وابنائنا ينقلون الثقافة الى احفادنا وهكذا، فهي متصلة. ايضا في المنظمة العاملين القدامى ينقلون ثقافة المنظمة الى العاملين الجدد وهكذا. وبالتالي نجد ان الثقافة متصلة ببعضها البعض، اي تنتقل من جيل الى اخر، وهي مستمرة داخل المنظمة طالما ان هذه المنظمة ما زالت مستمرة في سوق العمل. الشيء الاخر انها مكتسبة، فنحن نعلم بان الثقافة مكتسبة، ثقافة المجتمع تكتسب، كذلك ثقافة المنظمة. فالعامل الجديد يكتسب هذه الثقافة من العامل القديم او من المدير الادارة، اي انه تنتقل من فرد الى فرد داخل المنظمة عن طريق التعلم والمحاكاة. ايضا من خصائص الثقافة انها متغيرة ومتطورة في نفس الوقت. ليس معنى الخاصية رقم ثلاثة اللي هي متصلة ومستمرة انها لا تتغير، وانما تتغير قابلة للثقافة، الثقافة قابلة للتغير بتغير البيئة وتغير المجتمع. فنحن نعلم ان البيئة شديدة وسريعة التغير، والبيئة هنا يقصد بها البيئة الخارجية او البيئة الداخلية للمنظمة. فاي تغيير في البيئة يحدث يتتبع بالتالي تغيير في ثقافة المجتمع، وبالتالي تغيير في ثقافة المنظمة وما بها من أفراد. أيضا الثقافة تتسم بأنها مرنة، الثقافة التنظيمية مرنة، بمعنى أن المنظمة التي لا تكون مرنة لا يمكن أن تعيش مع البيئة، لابد أن تخرج من مجتمع الأعمال. لابد أن الثقافة التنظيمية تتسم بالمرونة حتى يمكن أن تتجاوب وتتفاعل مع التغيرات التي تحدث في البيئة. الحاجة اللي بعد كده أن الثقافة المديرين تلعب دورا هاما في تشكيل ثقافة المنظمة، لأن المدير هو الذي لديه أدوات للتحكم في الأفراد وفي أنماط سلوكهم وفي عاداتهم داخل العمل، وكذلك في مدى التزامهم أو عدم التزامهم. فمن خلال أدوات المديرين التي يملكونها يستطيعون أن يتحكموا في الثقافة، ولذلك فإن ثقافة المديرين هي التي تكون سائدة داخل المنظمة. النقطة الثامنة أنها تعبر عن شخصية المنظمة وهويتها. فنحن نسمع عن شركات قوية وشركات كبيرة وشركات عالمية. هذه الشركات لماذا هي قوية وكبيرة؟ نتيجة لأن لها ثقافة قوية، ثقافة قائمة على الإبداع والابتكار والتعاون والجودة والالتزام. النقطة التاسعة أنها تتأثر بالقيم السيادية، ثقافة تتأثر بالقيم
أم القيم هي التي تتأثر بالثقافة؟ نحن عندما كنا ندرس موضوع القيم قلنا بأن القيم تكتسب من الثقافة، والآن تقول لنا بأن الثقافة تؤثر، أن القيم تؤثر في الثقافة. نعم بالتأكيد القيم جزء هام من الثقافة، التأثير بينهم متبادل، يستمد الإنسان قيمه من الثقافة ثم تؤثر القيم في ثقافة الإنسان بعد ذلك. وبالتالي القيم السيادية، القيم الهامة بالنسبة للعمل، نحن نتكلم هنا عن ثقافة المنظمة، القيم الهامة بالنسبة للمنظمة، ما الذي يجعل منظمتك ناجحة؟ لابد أن يكون هناك التزام وجودة وكفاءة وتميز وابتكار وتعاون وحسن تصرف وحل للمشكلات واتخاذ قرارات جيدة وسريعة وفعالة، فهكذا إذا كانت هذه هي القيم السائدة في المنظمة لابد أن تكون المنظمة ناجحة، ولابد أن تكون ثقافة المنظمة ثقافة قوية. النقطة العاشرة بأن ثقافة المنظمة تحكمها قواعد، ثقافة المجتمع تحكمها العادات والتقاليد في المجتمع والضبط الاجتماعي الذي قلنا عليه سابقا، أما في المنظمة لا تحكمها هذه الأمور وإنما تحكمها قواعد، بمعنى أن الشخص الذي يخرج عن ثقافة منظمة من المنظمات ثقافتها قائمة مثلا على الالتزام، فأحد الموظفين لم يلتزم بهذه الثقافة ويتأخر في عمله، إذن هناك قواعد وهناك إجراءات وهناك قوانين للعمل تفرض عليه عقوبات إلى أن يعدل عن هذا السلوك المخالف لثقافة المنظمة. وبالتالي من أهم الأشياء التي تؤثر على ثقافة المنظمة ومدى قوتها هي ما يحكمها من قواعد وإجراءات ومدى العدالة في تطبيق هذه القواعد والإجراءات. هذه الخصائص التي قلنا عليها بالنسبة للثقافة التنظيمية قد تخلق نوعا من التداخل بين الثقافة القومية والثقافة التنظيمية، بمعنى آخر هل هناك فرق ما بين ثقافة المنظمة وثقافة الدولة أو الثقافة القومية؟ نعم هناك فروق، فثقافة المنظمة أقل شمولا من ثقافة المجتمع، ثقافة المجتمع واسعة، المجتمع فيه ثقافات كثيرة متعددة أنماط كثيرة، أما ثقافة المنظمة فنجد أنها أقل تنوعا. لماذا؟ لأن المجتمع يتكون مثلا من ملايين الأفراد، والمنظمة تتكون مثلا من مئات الأفراد، فالثقافات التي تكون التي المكونة عند ملايين الأفراد أقل شمولا وتركيبا من الثقافات اللي هي عند مئات الأفراد. النقطة الثانية أن الثقافة القومية أعم وأشمل من الثقافة التنظيمية، فالثقافة القومية أو ثقافة المجتمع أو ثقافة دولة معينة هذا كأنها إطار خارجي وداخلها مجموعة من المنظمات، أي مجتمع مكون فيه منظمات كثيرة ومتعددة، نجد أن هذه المنظمة لا ثقافة وهذه المنظمة لا ثقافة وهذه المنظمة لا ثقافة، وهذه الثقافات كلها تتجمع داخل إطار واحد وهو ثقافة المجتمع، وبالتالي يقال بأن ثقافة المجتمع أعم وأشمل من ثقافة المنظمة. النقطة الثالثة أن هناك قدرة عالية للإدارة داخل المنظمة على التحكم في الثقافة داخل هذه المنظمة بما تملكه من أدوات، كما قلنا من أدوات للتأثير والتحكم، بما تملكه من سلطات. أما ثقافة المجتمع فإن هناك قابلية محدودة لإدارتها، حتى الحكومة نفسها لا تستطيع أن تتحكم في ثقافة المجتمع
نعم قد تساهم في تطويرها بتطوير التعليم وتطوير تحسين الدخول وتحسين مستويات المعيشة وتحسين مستوى الخدمات، كل هذه أشياء يحسن من ثقافة المجتمع ويجعلها أكثر إيجابية وأكثر قبولا، ولكنها لا تستطيع أيضا أن تتحكم في عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه وقيمه. أما الإدارة فتستطيع ذلك، الإدارة داخل المنظمة تستطيع ذلك، أن تتحكم في ثقافة الأفراد داخل المنظمة وتستطيع أن تديرها. فالثقافات الضعيفة يمكن تحويلها أو تغييرها إلى ثقافات قوية، أيضا لأن عدد أفراد المنظمة صغيرا إذا قرن بعدد أفراد المجتمع، وبالتالي كلما صغرت هذه الأعداد كلما أمكن التحكم فيها بشكل أفضل. نقطة أخرى يمكن الإشارة إليها في هذا الشأن وهي المتعلقة بالثقافة الدولية. الثقافة الدولية تؤثر على ثقافة المجتمع وتؤثر أيضا على ثقافة المنظمة. كيف يعني؟ فنجد مثلا على المستوى الدولي هناك اتجاهات سائدة نحو التكتلات الاقتصادية والاندماجات التي تحدث ما بين شركات عملاقة، وهناك أنماط جديدة من الإدارة مثل إدارة الجودة وإدارة الأزمات وهكذا وكذا. هذه اتجاهات دولية تؤثر على الشركات، وبالتالي المنظمات تأخذ بها، تتأثر بها وتأخذ بها وتطبقها. أيضا الثقافة العالمية أثرت على أساليب الاتصالات والمعلومات، فالاتصالات والمعلومات في العالم أصبح قرية صغيرة، وبالتالي لابد أن تتأثر المنظمة بذلك وتأخذ بأساليب هذه الاتصالات والمعلومات الحديثة. كذلك نظم التعليم والتطوير على مستوى العالم نحن نقلدها ونحن نطبقها في منظماتنا التعليمية. أيضا الشركات متعددة الجنسيات هي الشركات الضخمة التي لها فروع في أماكن كثيرة من دول العالم، نظرا لأن هذه الشركات غالبا ما تكون شركات كبيرة وشركات ناجحة، فإن المنظمات على المستوى المحلي تحاول تطبيق أساليبها الإدارية وتحاول الاستعانة بمشورتها أو المشي على أسلوب إدارتها، وبالتالي فهي تؤثر أيضا في ثقافتها. إذا انتقلنا إلى مستويات الثقافة التنظيمية فهناك تباين بين هذه المستويات، فوفقا لدرجة عموميتها هناك ثقافة عامة وثقافة فرعية. فالثقافة العامة هي التي تشترك فيها جميع أعضاء المنظمة والتي تميزها عن غيرها من المنظمات، أما الثقافة الفرعية فتشير إلى ثقافة مجموعة معينة داخل المنظمة. فمثلا منظمة من المنظمات مثلا وليكن الجامعة بها ثقافة عامة تحكم جميع العاملين في هذه الجامعة بغض النظر عن جنسياتهم أو نوعهم ذكورا أو إناثا أو مدى خبرتهم أو بغض النظر كذلك عن ثقافتهم الخاصة بهم، ولكن في نفس الوقت نجد أن الجامعة بها أعضاء التدريس مصريين لهم ثقافة، بها أعضاء التدريس سعوديين لهم ثقافة، بها أعضاء التدريس سودانيين لهم ثقافة وهكذا. فأي منظمة من المنظمات طالما أن هناك جنسيات مختلفة أو ذكور وإناث أو كبار السن وصغار السن، فنجد أن كل من فئة من هذه الفئات لها بعض السمات الخاصة التي تميزها عن غيرها من الفئات الأخرى، ولكن ذلك في إطار الثقافة العامة للمنظمة ككل. إذا انتقلنا إلى دور الثقافة، طيب عندما نتحدث عن دور الثقافة التنظيمية سوف نتحدث بها عن دورها على المنظمة ككل، ثم دورها على الأفراد ودورها على العمليات التي تتم أو الخدمات والمنتجات التي تقدم ودورها على سلوكيات الأفراد. فإذا
نظرنا إلى أثر الثقافة التنظيمية على المنظمة ككل نجد أنها تؤثر على نمط الإدارة، هل هي إدارة ديمقراطية أو إدارة ديكتاتورية، هل هي إدارة فردية أم إدارة جماعية، هل هي قائمة على المركزية أو على اللامركزية. الشيء الثاني أن الثقافة تؤثر على استراتيجيات المنظمة، حيث أن هناك جدل كبير بين العلماء في هذه النقطة، فبعض العلماء يقول بأن الاستراتيجية المنظمة هي التي تؤثر على الثقافة، بمعنى أن المنظمة تضع استراتيجية معينة تشمل رؤية ورسالة وأهداف مستقبلية، وبناء على ذلك يتم تعديل الثقافة وفقا لهذه الاستراتيجية. وجهة نظر أخرى يقال بأن تقول بأن لا، الثقافة هي التي تؤثر على الاستراتيجية. كيف يعني؟ بأن من يضع الاستراتيجية يضعها الإدارة العليا. طب الإدارة العليا دي لها ثقافة ولا لا؟ نعم لها ثقافة. فإذا عند وضع الاستراتيجية المنظمة تأثرت هذه الاستراتيجية بثقافة من يضعها وهم الإدارة العليا. وجهة نظر شاملة تجمع وجهتي النظر السابقتين، وهي أن العلاقة ما بين الثقافة والاستراتيجية علاقة متبادلة، علاقة متبادلة، هذه تؤثر في تلك وهذه تؤثر في تلك، الثقافة تؤثر في الاستراتيجية والاستراتيجية تؤثر في الثقافة. نمرة ثلاثة، نحن نتحدث الآن عن تأثير الثقافة على المنظمة، أنها تؤثر على العمليات أو الأداء، بمعنى العمليات أو الأداء يقصد بها طريقة أداء العمل، التفاعلات الموجودة، أداء الواجبات، أداء المهام، الأهداف، كذا، كل هذه الأشياء تؤثر عليها ثقافة المنظمة. التأثير على كفاءة التنظيم وفاعليته، فالثقافة القوية تجعل التنظيم قوي، وكلمة الثقافة القوية سوف تلاحظ بأنها وردت على لساني أكثر من مرة، لأننا عندما نتحدث عن الثقافة نرغب في هذه الثقافة القوية، ولكن ما هي الثقافة القوية سوف يرد ذكرها بعد قليل، ولكن الإشارة هنا بأن الثقافة القوية هي الثقافة الإيجابية والتي يتفق عليها كل أعضاء المنظمة يشتركون فيها، والتي لها تأثير جيد، طالما أنها قوية وجيدة لها تأثير جيد على الأداء وعلى إنتاجية الشركات، وبالتالي فإن الثقافة تؤثر على كفاءة التنظيم وفعاليته. أيضا تؤثر على العلاقات ونظم المعلومات، أيضا تساعد على تكوين هوية المنظمة، المنظمة ذات الثقافة القوية يكون لها هوية قوية وتكون لها اسم وسمعة ويكون لها قبول ولها تأثير على مستوى الدولة، بل إن هناك شركات على مستوى العالم تؤثر على مستوى العالم ككل ولا يقتصر تأثيرها على المجتمع اللي هي موجودة فيه فقط. أيضا تساعد على استقرار النظام الاجتماعي، أي أن الثقافة تجعل الإحساس العاملين بانتمائهم وحبهم ورغبتهم في خدمة المنظمة، هذه هي الثقافة القوية، وبالتالي تحافظ على الكيان الاجتماعي لهذه المنظمة. أيضا الثقافة تعمل كميكانيزم للرقابة الاجتماعية، أو بمعنى آخر هي أداة للضبط الاجتماعي داخل المنظمة، فالمنظمة كل العاملين فيها أخلاقهم طيبة، عندما يخرج احد العاملين فيها عن هذه الاخلاق الطيبة يستنكر هذا التصرف كافة العاملين الاخرين، الثقافة التي تتسم بان كل العاملين فيها ملتزمون، وبالتالي فان الموظف الذي يخرج عن هذا الالتزام يكون مستهجن او يستنكره الاخرون، الثقافة التي تقوم على خدمة العملاء او العميل اولا، الموظف الذي يسيء الى احد العملاء بقصد او غير قصد تجد ان الاخرون
يهرهون إليه ويوضحون له كيف وقع في خطأ كبير ويصلحون ويسعون إلى إصلاحه وعدم تكرار هذا الخطأ وهكذا. وبالتالي فهنا أداة للضبط الاجتماعي. طب تعالى نحن نتحدث عن أثر الثقافة على المنظمة ثم أثر الثقافة على العاملين. عندما أنا أملك عامل أو موظف ثقافة قوية رشيدة ثقافة إيجابية، ماذا يكون تأثيرها؟ تنمية، هيكون عندي ولاء وانتماء للمنظمة اللي أنا بشتغل فيها، هتخلق عندي رغبة في العمل، وتعتبر الثقافة القوية دي حافز على العمل، تساعدني على التكيف سواء مع البيئة الداخلية أو الخارجية، تساعدني على الالتزام بالقواعد، وبالتالي يكون سلوكي يسير وفق هذه القواعد، وبالتالي فإنها عبارة عن قواعد مرشدة للسلوك الإنساني داخل المنظمة. تساعد على توحيد، طالما أن الثقافة واحدة يبقى بتساعد على توحيد جهود الأفراد نحو تحقيق الأهداف. تشكل قيم العاملين داخل المنظمة. ولكن هناك نقطة، وهي أن الثقافة إذا كان لها طابع إيجابي على المنظمة، تأثير إيجابي سواء على المنظمة أو العاملين أو على الأداء أو غيره، إلا هناك نقطة يشار إليها على أنها اختلال وظيفي للثقافة. وكلمة الاختلال الوظيفي هنا هي كلمة ذات أنها تؤدي إلى نتائج عكسية أحيانا. فماذا يقصد بذلك؟ إذا كانت الثقافات متعددة داخل المنظمة، خاصة بالنسبة للمنظمات التي يعمل بها جنسيات مختلفة، كل جنسية منهم لها ثقافة متأثرة بثقافة مجتمعها الأصل الذي تربت وعاشت فيه. هذا التأثير قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. هناك نوع من التأثير يتمثل في اختلال دورها الذي يمكن أن تكون حددته إدارة المنظمة، لا هو مخرج سلبي للثقافة القوية حيث تؤدي إلى إيجاد معوقات لعملية التغيير. بمعنى هناك منظمة ما بها عاملون من جنسيات مختلفة، فنجد أن كل جنسية منهم لها ثقافة معينة، قد يحدث تصادم بين الثقافات وبالتالي يحدث تفكك وانهيار للعلاقات الموجودة داخل المجتمع. فمثلا نحن مجتمع إسلامي، قد يوجد في منظمة ما من منظماتنا فيها من عاملين من دولة غير إسلامية، في وقت الراحة مثلا يتعاطون مثلا الخمر، يشربون خمر، فبالتالي نحن كمسلمين ولنا ثقافتنا ونعمل معهم في نفس المنظمة نستهجن هذا التصرف، فيحدث خلاف في وجهات النظر. إذن هذا الخلاف يحدث فقط مدى إذا كان هناك اختلاف ثقافي داخل المنظمة، إذا كان هناك تعدد في الثقافات داخل المنظمة. أيضا هذا الاختلال الثقافي أو الآثار السيئة، وأحيانا وجود صراع، وأيضا يؤدي هذه الثقافات القوية إن قد يكون المنظمة تهدف إلى إحداث تغيير. فمثلا ثقافة تريد أن تعتمد أو منظمة تريد أن تعتمد اعتمادا كاملا على التكنولوجيا في الاتصالات وفي أوراق وفي التعاملات وإلغاء النظام الورقي، فنجد أن كبار السن يقاومون هذا الشيء. لماذا؟ لأن من الصعب عليهم أن يتعلموا التكنولوجيا الجديدة، لكن صغار السن يفضلوه ويقبلون عليه، فيحدث هنا مقاومة للتغيير من بعض الأفراد وتأييد للتغيير من أفراد آخرين. فالثقافة الاختلال بتاع أن هناك مقاومة للتغيير. كيف يمكن إدارة الثقافة؟ نحن قلنا من قبل أن هناك ما يسمى بالثقافة القوية، كيف يمكن تكوين هذه الثقافة القوية وكيف يمكن تحسين
الثقافة السائدة داخل المنظمة إذا كانت ثقافة سلبية؟ وكيف يمكن نشر الثقافة بين الأفراد وبعضهم البعض بحيث أن نؤمن جميعا بثقافة واحدة؟ وبالتالي هذا هو المقصود بإدارة الثقافة التنظيمية. فالثقافة التنظيمية يقصد بها بناء ثقافة قوية والمحافظة عليها وتطويرها بما يساعد على تحقيق الأهداف. طيب كيف يتم ذلك؟ نأتي أولا إلى بناء الثقافة التنظيمية القوية، وبالتالي نبنيها ثم نحافظ عليها. لا يمكن أن نبنيها ثم نتركها يتم تخريبها أو يتم هدمها، لكن لابد من بناء الشيء ثم وجود جهود للمحافظة عليه. فكيف تبنى الثقافة التنظيمية؟ إذا تتبعنا خطوات بناء الثقافة التنظيمية فنجد بأن شخص معين أو مجموعة من الأشخاص يريدون إنشاء مشروع، إنشاء شركة، لديهم رأس مال ويريدون إنشاء شركة، ويتم اختيار الموقع ويتم إنفاق الأموال وبذل الجهود والبناء وتجهيز الشركة وهكذا. هؤلاء الأفراد اللي هم المؤسسون هم الذين يشكلون ثقافة المنظمة في البداية، مع بداية إنشاء الشركة مؤسسي الشركة هم الذين يرسون ثقافتهم داخل هذه الشركة. وفي هذه الحالة نظرا لأنهم المؤسسون وأصحاب رأس المال فهناك حرص من جانبهم على المحافظة على أموالهم، فبالتالي لابد أن إذا كان هناك وعي لدى المؤسسون أن يضعوا ثقافة قوية قائمة على مبادئ زي الإنجاز وزي الأرباح وزي العمل الجاد وزي الجودة وزي الاهتمام بالعميل وزي الالتزام وزي الكفاءة وزي الفعالية وهكذا. هذه أشياء نتيجة لأنهم أكثر حرصا على أموالهم، فهم الذين يضعون هذه الثقافة. طيب بعد أن يتم بناء الشركة وتجهيزها يبدأ في هذه الشركة في استئجار الأفراد أو العاملين. إذا بدأت الثقافة أو بدأ العاملون يدخلون الشركة فهم يدخلون عن طريق الوظائف التالية. أولا اللي هي جزء من وظائف إدارة الموارد البشرية اختيار الأفراد. عند اختيار الأفراد يجب أن يتم تعيين واختيار الأفراد الذين لديهم ثقافة إيجابية تتمشى مع ثقافة التي وضعها المؤسسون، ثم الشخص الذي طبعا نحن نعلم بأن عندما يتم اختيار أفراد جدد للعمل فإن هناك فترة يوضعون تحت الاختبار. فإذا من الذي إذا كنا خدعنا مثلا في أحد الموظفين وتم اختياره واتضح بعد ذلك خلال فترة الاختبار بأنه غير مناسب لثقافة المنظمة، فهذه الحالة يتم الاستغناء عنه. طيب من الذي يتم تسكينه في العمل؟ هو الشخص الذي يملك ثقافات وقيم تتناسب مع ثقافة المؤسسين وقيمهم، يتم تسكينه في العمل. ثم يخضع هذا الشخص الذي تم تسكينه إلى اختبارات لإثبات الجدارة بالعمل. فهناك اختبار، فهناك فترة للتسكين ثم فترة لإثبات الجدارة في العمل. يعني إيه هذه الفترة؟ بعض الشركات الكبيرة على مستوى العالم، هذا ليس سائدا في جميع الشركات، تضع الموظف الخاص بها خاصة الجديد بعد أن يتم تسكينه تحت اختبارات نفسية ضاغطة. بمعنى إذا أنا تقدمت للعمل في شركة ما من إحدى الشركات القوية ذات الثقافة القوية ذات الثقافة الرشيدة، أنا تقدمت للعمل كمحاسب، خضعت للاختبارات
وجدوا من يختبرني بأن ثقافتي جيدة، ثم تم تعييني في العمل، ثم خضعت لفترة الاختبار وتم تسكيني في العمل. هنا بعد التسكين أبدأ في اجتياز اختبارات أخرى قاسية تسمى اختبارات إثبات الجدارة، بأن يتم تكليفي بأداء أعمال مهينة لشخصيتي. مثلا قد يأتي المدير وأنا محاسب ويحضر معه أدوات التنظيف ويطلب مني تنظيف هذا المكان، لو سمحت يا أستاذ فلان قم نظف لنا، نظف المكان، نظف هذه، نظف هذا الممر، نظف هذه الغرفة، لو سمحت يا أستاذ فلان قم اطلي الحجرة بتاعة العمل دي لأن هذا اللون لا يناسبني ونحن نحتاج إلى لون أكثر جودة أو أكثر جمالا وهكذا. إذا قلت بأن هذا العمل لا أجيده أو هذا العمل غير مناسب لي أنا أعمل محاسبا وليس عامل نظافة، في هذه الحالة يقال لي مع السلامة. لماذا؟ لأنني ليس لدي الاستعداد للتضحية من أجل المنظمة. ولكن إثبات الجدارة هو الشخص الجدير بالعمل، هو الشخص الذي لديه التضحية، القدرة على التضحية من أجل هذه المنظمة. ولذلك الخطوة الثالثة هي إثبات الجدارة بالعمل. ثم إذا أثبتت جدارتي بالعمل وقدرتي ورغبتي في التضحية من أجل المنظمة التي أعمل بها، هناك بقى قياس للأداء ومكافأة الأداء المتميز. فالشخص الذي يظهر أداءه بالتزامه بقيم وثقافة المنظمة لابد من مكافأته، على خلاف الشخص الذي يأتي ببعض الأفعال تخالف ثقافة المنظمة وقيمها لابد من عقابه عقابا فوريا. وعادة ما تبنى في المنظمة القوية ذات الثقافات القوية تبنى مكافآت الأفراد أو عقابهم تبنى على ماذا؟ حجم المكافأة وقيمتها أو حجم العقاب وقيمته تخضع إلى القدرة على أداء المسؤوليات الحالية، القدرة على أداء عمله، مدى مساهمته في تحقيق أرباح للمنظمة وقدرته على تطوير العمل وفعالية العمل. الخطوة الخامسة بعد مكافأة الأداء المتميز لابد من الالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة، ونحن أخذنا ودرسنا موضوع القيم هذا وقلنا أن لأي منظمة قيمها، وقلنا بأن كل منظمة تدير قيمها من خلال إيجاد عملية التوافق في القيم. ولذلك فإن كل فرد داخل المنظمة لابد أن يتوافق مع قيم المنظمة وقيم الآخرين داخل المنظمة، إذا كان كذلك فإنه هنا يكون متوافقا مع سياستها، سياسة هذه المنظمة. النقطة اللي بعد كده يسود في هذه المنظمة نوع من تعزيز القصص والفولكلور، بمعنى أن هناك تاريخ للمنظمة لابد أن الآخرين الجدد يعلمون بهذا التاريخ ويعلمون بمن ضحى من أجل هذه المنظمة ومن ضحى من أجل تقدمها ومن ضحى من أجل زيادة أرباحها وهكذا. تحكى القصص ويحكى التاريخ داخل هذه المنظمة بالأفراد الذين بنيت على أكتافهم خاصة المؤسسون المنظمة، وبتاريخ هؤلاء الأفراد وقيمهم وثقافتهم حتى تكون قدوة للأفراد الجدد. النقطة السابعة في إدارة القيم،
في إدارة الثقافة التنظيمية أو لتكوين ثقافة تنظيمية والمحافظة عليها أسلوب الترقية، يكون ترقية الأفراد على أساس ليس أقدمية ولكن على أساس الكفاءة والجدارة ومدى التزام الفرد بقيم وثقافة هذه المنظمة. طيب لو نفترض بأن هناك رغبة من إدارة المنظمة، نحن قلنا بأن إدارة المنظمة وثقافتها قابلة للتغيير بتغير المجتمع، ولكن السؤال هنا متى تكون ثقافة المنظمة لابد أن يتم تغييرها؟ نمرة واحد، إذا كانت قيم المنظمة لا أصبحت لا تتناسب مع البيئة، فمثلا كان هناك من فترة سابقة أحد الجودة عبارة عن إيه؟ كان يقولوا إن الجودة إن إحنا نحصل على الأيزو 9001. طب ما الوقت الجودة ما عادتش كده، ده بقى 9001 و9004 وحاجات كتير قوي، ومش كده واس، ما عادش حاجة اسمها الأيزو كمان بقى، ده في حاجة بقى اسمها الجودة الشاملة، وفي حاجة اسمها أساليب التغيير الحديثة، إعادة الهندسة وهندسة المنظمات يعني، وقد ندرس إعادة هندسة المنظمات بعد ذلك، وهناك التحسين المستمر والتطوير المستمر. فبالتالي كل هذه أشياء لابد أن تتغير، إذا تغيرت في المجتمع لابد أن تتجاوب مع المنظمة وبالتالي تغير قيمها الأساسية. الحاجة الثانية، إذا كانت الصناعة التي نعمل بها تتزم بالمنافسة الشديدة ونحن في مرتبة أقل من منافسينا، بمعنى إذا كانت كلمة الصناعة هنا أي المجال الذي نعمل به، فلو فرض بأننا نعمل في مجال صناعة الملابس وهناك منافسة شديدة ونحن ضعاف في مواجهة المنافسة، فلابد أن يتم تغيير القيم أو تغيير الثقافة حتى تحسين مركزنا التنافسي. إذا كانت المنظمة بصدد إعداد استراتيجيات جديدة، فإذا كان نحن نعلم بأن الاستراتيجية يعني على المدى البعيد، طب إذا أردنا تغيير هذا المدى البعيد يعني خلاص خلص ونريد وضع استراتيجية جديدة، ففي هذه الحالة قد يتم تغيير الثقافة. ونحن درسنا من ربع ساعة مثلا تأثير الاستراتيجية على المنظمة وتأثير على الثقافة وتأثير الثقافة على الاستراتيجية، فإذا كانت الشركة بصدد إعداد استراتيجيات جديدة يبقى هتغير ثقافتها. أيضا عملية التغيير بقى، إذا أردت أنا أن أغير الثقافة، هذا التغيير مدى سهولته أو صعوبته، بمعنى آخر ما هي العوامل التي يتوقف عليها تغيير ثقافة المنظمة؟ نمرة واحد، حجم ودرجة تعقد المنظمة، فالمنظمات الكبيرة نجد أن هناك صعوبة في تغيير المنظمة، وليس معنى وجود صعوبة أن نيأس ولا نغير الثقافة السيئة إلى ثقافة قوية، ولكن تحتاج إلى جهد أكبر. درجة التجانس والتوافق الثقافي، فكلما كان هناك تجانس وتوافق بين الناس داخل المنظمة على الثقافة الحالية كلما كان هناك صعوبة في تغييرها، لأن الثقافة تجانس وناس متجانسة ومتوافقة على نمط ثقافي وقيمي معين، ففي هذه الحياة يكون تمسكهم بها شديد ومن الصعب أن يتم تغييرها، ولذلك تبذل فيها جهود أكبر. إذا كانت الثقافة الحالية قوية ومنتشرة لدى جميع الأفراد يمكن في الحالة دي وجود صعوبة في تغييرها، فكما قلنا العوامل التي يتوقف عليها مدى سهولة أو صعوبة تغيير الثقافة، المنظمات الكبيرة الحجم وبها تجانس ثقافي وثقافتها الحالية قوية يصعب تغيير الثقافة وتحتاج إلى جهود كبيرة. لماذا؟
أن الثقافة عادة أشياء مستترة، أشياء داخلنا. الثقافة المادية التي قلنا عليها في شكل المباني والآلات والمعدات هذه يسهل تغييرها، لكن الثقافة المعنوية هذه لا يمكن تغييرها، صعب، مستترة. ما أنت ممكن تكون عندك جواك حاجة معينة ومخفيها جواك وأنا لا أعلمها، ويكون سلوكك غير خلاف اللي جواك، بخلاف يمكن أن تبطن لي كراهية ولكن تبتسم في وجهي وهكذا، لأن هذه الأشياء ثقافة مستترة يصعب رؤيتها بالعين المجردة، تحتاج إلى خبرات كبيرة وجهود كبيرة ووقت كبير. من الممكن أن يكون داخل المنظمة الواحدة أكثر من ثقافة كما قلنا، فأي جزء من هذه الثقافة وأي ثقافة لدى أي مجموعة نريد تغييرها لابد من تحديد ذلك بوضوح. الأفراد أساسا، أي فرد مننا بيقاوم تغيير ثقافته، لا تأتي علي وأنا في هذه السن وأنا في هذه المرحلة العمرية وتطلب مني تغيير ثقافتي، هذه تكون شيء صعب، واستجابتي لهذا التغيير قد يكون ظاهريا فقط، وبالتالي بتنتهي بحمد الله هذه المحاضرة، ونلقاكم بعون الله ومشيئته في محاضرة أخرى.